ماشي، أول ما يديك نقطة حمراء فوق في الزوم قول. انا كده لايف صح؟ يس. اوكي احنا لايف. لا احنا مش لايف لسه، ما طلعش اليوتيوب. انا ما فيش حاجه. يمكن بياخد وقت ولا حاجه. نو no. كاتب this video is private. او لا طلع، هو لايف اساسا عندي. ثانيه واحده نخش من اول. يخرج. يس. سلام يا دكتور يسري. سلام، ازيك يا سلام؟ الحمد لله. معلش احنا اسفين في شويه اعطال فنيه، بنحاول نصلحها دلوقتي. معلش. لا لا، انت سامعني كويس وشايفني؟ انا شايفك. انا شايفك كويس. طيب انا مش شايف نفسي، بس ممكن احاول اشوف نفسي. كنت شايف نفسي من شويه. طيب انتوا قدامكم شويه عشان تبتدوا، يعني شكله. ما عندكش رقم تبعته لي او كود بتكست؟ كنت هفتح الكمبيوتر بدل ما ابص في التليفون. ما انت ممكن حضرتك تاخد اللينك دوت كوبي وبيست على الكمبيوتر وتخش منه. انا ما اعرفش اللي هم التكنيكال، هم اللي يقولوا لنا. هو لو اللينك ده لو دخل على الكمبيوتر يفتح على طول. احنا كده لايف يا رامي؟ احنا لايف. طب نحط الصلاة عشان نبتدي على طول. هو طلع عندي لايف. طب خليني احط الصلاة. انا كده شفتك لايف كده صح؟ اوكي. طيب نبتدي صلاة على طول اوكي. بسم الله والابن والروح القدس الى واحد امين. كيري ليسون، كيري ليسون يا رب الرحمن. بسم الله والابن والروح القدس الى واحد امين. كيري ليسون يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى ظهر الدهور، امين. اللهم اجعلنا مسحقين نصلي بشكر. يا ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفانا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا، لا تدخلنا في التجربه لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوه والمجد للابد امين.
فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعنا وحفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأدبنا لهذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، منحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد بكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار وقيام العداء الخفين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنفعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا سلطانا أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالنعمة ورأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا ولهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله المجد والإكرام والعزة والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي تطهرني، لأني عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني هندى بالأثام حمل بي وبالخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستروتها. تنضح علي بزفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من السلج. اسمعني سرور الفرحة فتبتاج عظام المنسحقة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل أسامي. قلبا نقيا اخلق فيا الله وروحا مستقيما جدده في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك وروح القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وروح رئاسة ضدني، فعلم الأسماء طرق أخو المنافقون إليك يرجعون. نجني من الدماء يا الله إلى خلاص فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو أصرت ذبيحة لكنت لا نعطي، ولكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منسحق، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. انعم يا رب مسرتك على صهيون والتبنى أسوار أورشليم، حينئذ يقربون على مذابحك العجول. الليلويا. بشي سنينان تسبح صلاة الغروب نقدم المسيح ملكنا وإلهنا، نرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير وتلاتير معلمنا داود النبي بركاته علينا أمين. سبحوا الرب يا جميع الأمم ولتباركوا كافة الشعوب، لأن رحمته قد ثبتت علينا وحق الرب يدوم إلى الأبد. الليلويا. مرارا كثيرا حاربوني من صباي ليأخذ إسرائيل، مرارا كثيرا قتلوني من شبابي وإنهم لم يقدروا علي، على ظهر جلدني الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب صديق ويقطع أعناق الخطاة، فليخسر ويرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكون مثل عشب السطوح الذي يابس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، والذي يجمع الخمور حد، ولم يقل المكتزون إن بركة الرب عليكم باركناكم باسم الرب. الليلويا. زكساسيوسيوس فصل من جيل معلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا أمين. تفضل يا رمي. لما قام المجمع دخل بيت سمعان وكانت حمان سمعان قد أخذت حمى شديدة فسألوا من أجلها فوق منها وزجر الحمى وتركتها في الحال، قامت وخدمتهم وعند غروب الشمس كانوا كل الذين عندهم مرض أمراض كثيرة قدموا منهم إليه، أما هو فكان أضع يديه على كل واحد منهم فيشفيها، وكانت شياطين تخرج من كثيرين ويتصرف وتقول أنت والمسيح ابن الله، فكان ينتهرهم ولا يدهم ينطقون لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. المجد الله دائما أمين. تين أشتمك بخريستوس نيم بكيوتين آغا سوس نيم بابن بما يصواب زياكيك سوتيم ناينا آت. إذا كان الصديق بالجهد يخلص فأين أظهر أنا الخاطي؟ سخل النهار وحر لما احتمل لضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة الحادي عشر، لأني هنذا بالأثام حبل بي وبالخطايا ولدتني أمي، فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رحمتك ومحبتك للبشرية صارخا قائلا اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني. دوكسا باتريك ايوك اجيوم نغماتي فضل مخلص بفتح احدنا لابويا، لاني افنيت عمري في اللذات والشهوات وقد مضى من النهار وفات، فلان اتكل على غنى رأفتك التي لا تفرق، فلا تتخلى عن قلب من خاشع مفتك لرحمتك، لاني اليك اصرخ يا رب تخشع اخطات يا بتاء للسماء وقدامك، ولست مستحقا ان اوضع لك ابنا، بل اجعلني كاحد اجراءك.
Kenin, Kain, Kestos, Ionas, Nonion, Amin. لكل اسم بحرصون نشاط فعلته ولكل خطية بشوق ارتكبته ولكل عذاب وحكم استوجب فهيئ لي أسباب التوبة يا سيد العذراء فإليك أتضرع بك أستشفع وإياك يا دعم تساعدين للأخذ عند مفارقة نفسي من جسد يحضر عندي والمؤامرة لا تهزمي والأبواب الجحيم أغلقي لألا يبتلع نفسي يا عروس بالعيب للختن الحقيقي اللهم اسمعنا واطرف علينا وارحمنا واغفر لنا خطايانا كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون قدوس قدوس رب السباوات السماء والأرض مملوءتان من مجدك ورحمتك ارحمنا يا الله الآب ضابط كل أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها برضتنا والتي صنعناها بغير رضتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا من أجل اسم القدوس الذي دعا علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا جعلنا مسحقين صلي بالشكر يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفانا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين نشكرك يا ملكنا المتحنن أنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام وأتيت بنا المساء شاكرين وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء اللهم أقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن ونجينا من حياة المضاد وبالسائر فخ المنصوبة لنا هب لنا في هذه الليلة المقبلة سلامة بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال لنجتازها أيضا بسلام وعفاف وننهض للتسبيح والصلوات كل حين وفي كل مكان نمجد اسم القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك والمبتدئ والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور أمين ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ومجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذي أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطي من السماء يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل معوض بالخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطن سهل حياتنا ارشدنا العمل بصايا قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا نجنا من كل حزن رديء وجع قلب أحط ملائكة القديسين لكي نكون معسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل لاتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير محسوس وغير محدود فإنك مبارك إلى أبد آمين أخيرا يا رب بشفاعة جميع قدسيك الذين أرضوك منذ البدء بشفاعة أم النور مريم بشفاعة قديس موريس وكتيبة طيبية اسمعنا يا رب لمن نصرخ إليك بشكر يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر تعيشوا وتصلوا يا شباب ميرسي يا دكتور يسري معلش احنا اسفين جدا ان احنا اخرناك جدا النهارده العطل الفني هو اللي اخرنا فمعلش احنا اسفين جدا احنا بيبارك خالص احنا متفقين في الميعاد بالظبط الساعه 8:30 مظبوط كده ربنا يخليك يا دكتور
دكتور يسري غني عن التعريف طبعا يا شباب، كلنا عارفين وكلنا بنستنى المرة اللي بيجي لنا المرة دي على الزوم، المرة جاية بإذن الله، بإذن ربنا تكون في الكنيسة إن شاء الله. دكتور يسري هيكلمنا النهاردة بموضوع بعنوان How to overcome the stress، طبعا حاجة تناسب المواقف اللي احنا فيها. برسي يا دكتور خالص، اتفضل. أنا باخد بركة الحقيقة، أنا اللي بشكركم، بشكرك أخ سامح، بشكر كل أحبائي، وياريت تكونوا بصحصحين معانا عشان نفهم موضوع الاسترس ده أحسن. ده موضوع فعلا طلع موضوع خطير بحقه حقيقي يعني. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كلمة استرس يعني، عشان احنا الموضوع احنا بنتكلم عربي أساسا يعني، توازي في اللغة العربية كلمتين مش كلمة واحدة، الضغط العصبي أو الضغط النفسي، ده اللي هو معناه استرس. وعشان نفهم موضوع الاسترس عايز أسألكم سؤال، نبتدي كده بالسؤال ده. لو حد فينا مثلا راح يوصل حاجة مهمة جدا يرميها في البوسطة، وتقابل مثلا مع موظف بتاع البوسطة، وبعدين بعد ما مشيت رجعت تاني يوم عشان تبعت حاجة جديدة في البوسطة لازم تبعتها بنفسك، وبعدين قالوا لك ده الموظف اللي كان موجود هنا امبارح طلع عنده ايه كورونا. لما تسمع حاجة زي كده، أو لما تسمع أن حد كان بيصلي معك في الكنيسة وبعدين عيب الكورونا، أو أي حد أنت تعاملت معاه، بلاش لو أنت ماشي في الشارع حد عادي وشفت واحد بيعطس كده من بعيد، إيه اللي بيحصل يا جماعة؟ اللي بيحصل حاجة جوه جسمنا وعقلنا في الجهاز العصبي بتخلي الواحد يتنبه ويحصل حالة تنبيه زيادة في الجهاز العصبي، وأثناء فترة التنبيه دي الجسم من جوه الغدد بتفرز هرمونات اسمها هرمونات استرس، استرس هرمونز. ستريس هرمونز دول ربنا خلقهم فينا عشان يشتغلوا في وقت الاسترس، وقت الضغط العصبي. ليه؟ لأن هم مكلفين بالدفاع عن كيان الإنسان وحياته وجسمه وعقله وكل حاجة في حياته، يعني ده تقدروا تقولوا عليه الجهاز الدفاعي اللي بيدافع عن حياة الإنسان. إزاي؟ عموما في الحياة اليومية يعني قبل ما نبتدي نستعمل الماسك دي، في الاسترس العادية اللي ممكن نتعرض ليها، يعني أبسط حاجة إحنا سايقين عربية أو أنت سايق عربية وفجأة لقيت عربية جاية ناحيتك واللي سايق ده شكله نايم أو سكران، طبعا بدون تفكير الهرمونات دي بتصب في الدم بكميات كبيرة وبتخلي نسبة السكر يزيد في الدم والأكسجين يزيد في الدم، تلاقي التنفس زاد، ضربات القلب زادت، الجهاز العصبي في حالة انتباه ليس لها مثيل، الواحد بيبقى مفتح ومبرق حتى لو كان بينام قبلها، مسألة حياة أو موت. فبتكون النتيجة أن احنا الحاجات دي بتخلي الجسم ياخد أفعال لا إرادية أو إرادية عشان تحمينا من الخطر اللي جاي. احنا من غير ما نفكر لو احنا ماشيين في الشارع وجات كده عربية
ماشي بسرعة هتقرب مننا بنعمل ايه؟ وبين السواق مش هيقف، بنجري بننط عشان نبعد عن العربية، العربية ما تخبطناش وهكذا. خدوا عندكم أمثلة كثيرة جدا، لكن كل الحاجات دي نابعة من غريزة داخل الإنسان اسمها غريزة حب البقاء والخوف من الخطر والخوف من الموت أو من الإصابة أو من الألم. وموضوع الاسترس ده احنا بنتولد بيه احبائي، خلوا بالكم، يعني ما حدش فينا غريب على الكيان. انت عارفين اول حاجة الطفل البيبي لما بيتولد من بطن امه بيعمل ايه؟ ها بيعمل ايه؟ بيصرخ؟ لا مش بيصرخ، مش بيعيط، بيصرخ بيصرخ بيصرخ. ولو ما صرخش الصرخة دي نخاف على البيبي ده، احسن يكون في حاجة غلط، لازم يصرخ. الصرخة دي صرخة ايه؟ صرخة خوف. انا فين؟ العالم اللي حواليا ده فيه خطر، انا مهدد، هيحصل لي حاجة. عشان كده اول ما يصرخ البيبي ويقدوه من بطن مامته ويقطعوا الحبل السري يلفوه ويروحوا يدينه لمامته عشان تحضنه وتطبطب عليه ويطمن ان هو في ايد حنينة امينة مطمن. عشان كده الاسترس اساسا فيها حتة الخوف او حتة الرعب. احنا في حياتنا عموما كبشر الضغط العصبي ده بيكون ليه نوعين. النوع الأول اسمه النوع الضغط العصبي الحاد أو سموه acute stress، يعني زي مثلا زي ما نديت المثل، لو حد ماشي جنبي وعطس عطسة وعلى طول تلاقي من بعيد مسكنا الكمامة دي وغطينا وبعدنا جدا. لو حد هيجي يركب معايا الأسانسير ولو لقيته مش لابس كمامة ممكن أسيب له الأسانسير وأطلع عشان هخاف على نفسي. دي ديلي ستريس، أكيوت ستريس، وتختلف مقدارها من ظرف إلى ظرف ومن وضع إلى وضع. لكن في نوع تاني من الاسترس اللي هو بيسموه كرونيك ستريس أو الضغط العصبي المزمن. الإنسان عايش في ضغط. إحنا لو تقدروا تقولوا إحنا الكورونا دي والكوفيد 19 اللي إحنا عايشين فيها بالضغط عصبي مزمن، لأنه كلنا عندنا حالة تنبيه في الجهاز العصبي، لازم نلبس الكمامة ولازم نغسل إيدينا 20 ثانية بالمية والصابون ولازم ننظف التليفون والأسطح أكرة الباب ولازم نبعد عن بعض الناس اللي ما نعرفهاش على الأقل 6 وهكذا. المايند العقل كله بيفرز الهرمونات دي عشان تخلينا في حالة تنبؤ وتذكر مستمر عشان ما فرطش في حياتي وما أثرش وأحمي نفسي وأحمي الناس اللي حوالي. طب الاسترس التانية المزمنة، الكورونا خلصت وعملوا لنا الفاكسين وخدنا الفاكسين، هل الاسترس هتروح؟ لا طبعا. في استرس في الشغل، في استرس في الكلية والمدرسة، في استرس في البيت مع الأسرة، اللي فيه ستريس اللي متجوز واللي مش متجوز، اللي عنده مشكلة بيدور على شغل، اللي عنده مشكلة صحية مثلا وهكذا. دي كلها بنسميها ستريسورز، عوامل تزيد الضغط العصبي. هل هرمونات الستريس
وأسميها هم هرمونين أساسيين، هرمون اسمه الهيدروكورتيزون، هيدروكورتيزون أو ليه اسم تاني اسمه كورتيسول، والهرمون التاني اسمه إبينفرين أو أدرينالين. الأدرينالين والكورتيسول دول في حالة الاسترس الحادة، العربية اللي جاية بتخبط هتخبطني، الهرمونات دي بتزيد جامد جدا، بس بعد شوية تنزل وتروح وتختفي. لكن الاسترس المزمنة بقى، عندي مشكلة بقالها سنين أو بقالها شهور، عندي أزمة ما بتتحلش، عندي ظروف سواء فيا في صحتي في العيلة في غيره وهكذا، الاسترس هرمونز دي بتعلى وبتفضل عالية ما بتنزلش تاني للآخر خالص، تفضل عالية بس مش عالية قوي، عالية حاجة بسيطة. لكن المشكلة في إيه بقى يا حبايبي؟ المشكلة إن الهرمونات دي كلها بتعمل نفس التأثير، بس في الحالة الحادة التأثير بيبقى قوي جدا لمدة صغيرة وبعدين يرجع يضيع يروح خالص. في الحالات المزمنة الهرمونات دي بتفضل زايدة في الدم فترة طويلة، ممكن تقعد شهور وممكن تقعد سنين. تقولوا لي طب وإيه الغلط؟ الهرمونات دي يعني حاجة طبيعية؟ أقول لكم لا لا لا، هي حاجة طبيعية، بس إحنا لما نخلي الاسترس دي مدة طويلة، الهرمونات دي أصلها يا أحبائي أقول لكم السر، بتعمل إيه؟ بتزود السكر جوه الدم. خلوا بالكم الأيام دي يقولوا لنا إيه، أتأكلوش سكر كتير وقللوا من السكر والكلام ده كله. ليه؟ حد يكره الحاجة السكرية الحلوة؟ لا طبعا، هو مش عشان هتعمل مرض السكر، لكن لقوا إن السكر زيادة في الدم بيخش جوه الخلايا الحساسة اللي في الجسم. ايه الخلايا الحساسة اللي في الجسم؟ خلايا الجهاز العصبي، المخ حساس جدا لنسبة السكر الزيادة، الجهاز المناعة، الجهاز القلب والشرايين والجهاز الدوري. الأجهزة دي لما نسبة السكر تزيد جوه الخلية تعمل حاجز جوه الخلية زي حيطة كده، تخلي الأكسجين اللي جاي في الدم ما يعرفش يخش يغذي الخلية، يقلل الحيطة دي، تمنع الأكسجين إنه يخش بالقدر المطلوب. طب وانتوا عارفين، كلنا عارفين الحقيقة دي، أي خلية ما بيجيلهاش أكسجين كفاية في الآخر بيحصل لها ضمور وبتموت. طب إحنا بقى لما جهاز المناعة، الخلايا بتاعت جهاز المناعة تتضرب وتموت يحصل إيه؟ المناعة بتاعتنا هتقل. لما المخ والجهاز العصبي، الخلايا العصبية دي تتأثر وتضمر وتموت يحصل لنا حاجات، القلب، الشرايين وهكذا. لو انتوا قلتوا لي طيب ايه اللي بيحصل في جهاز المناعة، اقول لك بيحصل امراض المناعة. يعني النهاردة تسمعوا يقول لك امراض الحساسية دي، الارتكاريا والحاجات الالتهابات، حب الشباب، حاجات بقى دي كلها، كل دي أمراض الحساسية، مرض السكر، ضغط الدم المرتفع، الكانسر، أمراض دي كلها أشكال وأنواع من الأمراض يقولوا عليها دي أمراض جهاز المناعة الإميون سيستم.
لما الإيميون سيستم يتضرب مناعة الإنسان تقل، وتكون النتيجة إنه الإنسان يصاب بأمراض بسهولة، سواء أمراض الحساسية أو أمراض المناعة أو الميكروبات اللي بتخش. عشان كده لما احنا بيكلمونا على الكوفيد 19 قال لك أهم حاجة تقوي جهاز المناعة في جسمك. تعمل إيه؟ تاخد فيتامين سي وفيتامين دي 3 وزنك، ويبقى في الانتي اوكسيدنتس والاوميجا 3 والحاجات اللي بتزود جهاز المناعه. حلو كده، كده تمام. طبعا ضغط الدم بيعلى، ضربات القلب بتزيد، وبعد كده بشويه بشويه طب القلب بيتعب، والضغط لما يفضل زايد مدة بيأثر على الشرايين وعلى الكلى وعلى المخ وحاجات كتيرة قوي. شوفوا بقى ازاي الاسترس اللي هي uncontrolled stress أو unmanaged stress، الاسترس دي اللي احنا مش عارفين نعمل لها كنترول، ازاي في الآخر بتأذينا، ازاي في الآخر بتأذينا. طيب هتسألوني وتقولوا لي طيب هل يا ترى الناس بتوع ربنا دول بيتعرضوا للاسترس؟ أقول لكم آه طبعا، ومش بس كده، ده يعني عامة الشعب وإحنا جزء منها، لما خلايا العصبية دي بتتعب في المخ ممكن يحصل لنا فقدان ذاكرة. خلوا بالكم لو حد قال أنا ذاكرتي ضعفت، أول حاجة أقولها له يا ترى في ستريس جامدة في حياتك ولا لا؟ ده أول سؤال. القلق المزمن، الخوف، ما إحنا بنقول ستريس دي فيها حتة خوف، الإليمنت بتاع الأنكزايتي والوري، فجهاز العصب يتأثر. الاكتئاب، ما كل دي نتيجة الاسترس، وأمراض الاكتئاب أمراض متعددة، أمراض الخوف أمراض متعددة، والفزع والوسواس القهري والحاجات اللي زي كده، مش عايز أدوشكم بأنواع الأمراض دي، بس كلها stress related. رجال ربنا بيتعرضوا طبعا، وعلى فكرة يعني في كده هقرأ لكم آية أو كم آية من كورنثوس الثانية. شوف معلمنا بولس الرسول ده تعرض لستريس فظيعة فوق الوصف. يعني شوف هنا الصح الأول عدد 8 بيقول فإننا لا نريد أن تكهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا. ضيقة أصابتنا، أننا تثقلنا جدا فوق الطاقة. يا سلام، استرس واحد مثقل بكل أنواع الاسترس اللي شايفها في أثناء الخدمة، ضغوط واضطهادات وتعذيب وطرد وجلد ومحاكمات وحاجات بقى فظيعة جدا، طبعا تعمل استرس، ما هو دم ولحم برضه. شوفوا بيقول إيه في بقية الآية، أننا تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة أيضا. عارفين آيس يعني إيه؟ يعني يائس، desperate خلاص مفيش فايدة. ما الواحد بيوصل في الآخر هو مش بييأس من عمل الله في الخلاص، لكن يائس ان خلاص الحياة هتخلص. ضغط خلاه يحس ان الحياة ليها نهاية وحتنتهي. عشان كده احنا مهم قوي النهاردة نعرف how to cope with stress، how to manage with stress. شوفوا في غلطة بنقع فيها كلنا احبائي، وأنا مبسوط برضو أن أنا هتكلم عن النقطة دي قبل ما نخش في الحتة الستريس مانجمنت.
اللي كلنا لما نبقى تحت ستريس بنميل ان احنا نطلع من الستريس بطريقة او اخرى كلنا. طب عارفين ليه؟ لان الستريس دي هي عبارة عن نوع من الألم، بس ألم نفسي مش ألم. ممكن يعمل لي صداع، الستريس يعمل لي صداع، بس الصداع بتاع الستريس ده ممكن أخد له تايلينول ويخف. لكن لما أبقى جوايا نفسيتي مثقلة بضغوط كثيرة جدا، أخد التايلينول ما يعمليش حاجة. لكن إيه اللي يعمل لي حاجة؟ أبتدي بقى أفكر في مخارج من الاسترس. زي إيه؟ تفتكروا أكثر حاجة بنعملها إحنا إيه وإحنا أندر استرس؟ استغربوا، بنفتح التلاجة وناكل، أو إيه وإحنا نقول كده؟ أنا لما أحس إن أنا استرس بتفش في الأكل. ده لو جات على الأكل يمكن هينا طبعاً، إلا بقى لو الأكل ده بيزود وزني هخش بقى أطلع من الاسترس، ألاقي دخلت في مشكلة زيادة الوزن والسمنة وأمراض السمنة إلا آخره يعني. لكن بقى لما الواحد يفكر في حاجات تانية بقى، النهاردة بنعملوا إيه في الاسترس؟ أغلب الناس النهاردة بيمسكوا الجهاز ده، تليفون، ويفتح فيسبوك، اسمه ايه ده، تشات رومز، العب جيمز، اعمل ابعت تكست، اقعد اقرا، شوف في اسمه ايه ده، اسمه واتساب، ولا كل بقى الكترونيكس دي عباره عن حاجات بنستعملها عشان نخلص من الستريس. أنا بقول دي حاجات ممكن تبقى برضو كويسة لو استعملناها بالحساب واستعملناها بطريقة صح. لكن عارفين بقى الشباب الصغير بقى النهاردة الحاجات دي ممكن تبقى إدمان. النهاردة عندنا ظاهرة إدمان الجيمز مثلا. إحنا الكبار ممكن نفكر نخش في مواقع غلط، ممكن نفكر نلعب قمار، ممكن نفكر نقوم نشرب سيجارة أو نشرب كاس خمرة. وكل الحاجات دي أو أخد شوية أفيون ولا ماريوانا مخدرات تبنجني، أصل الحاجات دي لقوها الإنسان بيلاقيها أنا بتريح الاسترس، بتريح من الاسترس. أنا امبارح لسه صدفة كده الحاجات اللي بتجي، يعني أم ست كويسة جداً وعندها أطفال بتكلمني من ولاية تانية مش هنا وبتقول لي بنتي جات تعترف لي بحاجة. بنتها دي عندها 16-17 سنة، تقول لها يا ماما أنا جربت الحشيش مرتين ولقيته بيريحني، بس أنا مش عايز أستعمل، أنا بنت ربنا مش عايز استعمل الحشيش ده ولا المخدرات دي. فالام حضنتها وبستها وقالت لها حبيبتي انت بنت عظيمه عشان جايه تقولي لي ما بتخبيش على ماما، تعالي احكي لي حبيبتي. وخدت البنت في حضنها والبنت حكت لها ان هي كانت فتره ما هي من سنه ولا حاجه لسه في الهاي سكول وراحوا حفله مع ناس اصحابها، وبعدين كان في واحد مجنون شرب معرفش سكر ومسك سكينه وجاي هيقتلهم. والتأ البنت حصل لها ستريس جامده قوي، بس ستريس هنا عملت مصيبه اسمها تروما، عملت اصابه نفسيه. عشان كده الناس اللي عندهم اصابات نفسيه من الطفوله بالذات او من الشباب المبكر أو من تعرضوا لحوادث زي راحوا الجيش وحاربوا وحاجات زي كده، دول الاسترس بتاعتهم بتبقى موجودة ملازمة ليهم فترة طويلة ولازم ياخدوا علاج من الإصابة أو التروما اللي حصلت لهم زمان، لأن هم بيبقوا معرضين بكل أنواع الإدمانيات.
لكن زي ما بقول عشان استعمل الحاجات الغلط عشان تريحني من الاسترس، ما انا بطلع من مشكلة الاسترس بخش في مشكلة تانية. لازم النهاردة نتعلم ازاي نتعامل مع الاسترس بس بطريقة مظبوطة احبائي، طريقة مظبوطة. يعني ايه طريقة مظبوطة؟ يعني نحاول كده نشوف ربنا خلقنا ودلنا نظام نمشي عليه في حياتنا. لو تفتكروا كده الكلام اللي اتقال على السيد المسيح وهو طفل صغير، قال كده في انجيل لوقا اصحاح 2 عدد 52، اخر عدد في انجيل لوقا اصحاح 2، قال كان وكان يسوع ينمو في الحكمه، الحكمه اللي هي العقل، والقامه اللي هي الجسد جسم، والنعمه اللي هي الروح. حكمه وقامه ونعمه امام الله والناس. يعني ايه هنا؟ يعني الحياه اللي ربنا ادهالنا دي لازم احبائي نعيش في توازن بين جوانب الحياه المختلفه. يعني مثلا ما يقول لك عندنا عقل لازم نستعمله، عندنا جسد لازم نحافظ عليه، وعندنا اهم حاجه حياتي الروحيه اللي هخش فيها بيها في الاخر السماء، اللي من غيرها مش هوصل للمسيح. التلات حاجات دول اساسيه جدا 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 في التعامل مع الاسترس في الحياه اليوميه. لو انا مثلا قلت الاسترس دي جايه من مخاوف جوايا، عندي حاله خوف وقلق مستمر، ابسط حاجه الان على طول ولابس دي وخايف احسن عمال اسمع جيراني الناس اللي في كان في الشغل حد في الكنيسه، طب امتى الدور هيجي عليا ويجي ويا ترى هخف منه ولا بلاش؟ انا لسه شباب صغير جايز بخاف، الحمد لله دلوقتي اغلب الناس بتخاف. النهارده انا لسه كنت بعرف من شويه على الحالات اللي عندنا في اورنج كاونتي هنا، قال اورنج كاونتي النهارده ما فيش ولا واحد مات، الحمد لله حاجه كويسه جدا. لكن في ناس انا قلقان عليهم، في ناس في مصر، في قرايبي، في ناس كبار في السن وعواجيز زي كده، يعني في قلقان على ابونا كبير في السن، قلقان على سيدنا الكبير في السن، قلقان على الشماس الكبير في السن، قلقان على الناس دي كلها. طب نعمل ايه؟ هنا بقى الجزء الروحي، الجزء الروحي انا هقول لكم كلمه بالانجليزي وهتعرفوا معناها بالظبط اقصد ايه، بس هتلاقوا الكلمه دي، وعلى فكره الكلمه مش انا اللي اخترعتها، ده انا سمعتها في مؤتمر علمي طبي قالوا الكلمه دي. قال لك ان الانسان عشان يعيش من غير استرس او يعرف يتعامل مع الاسترس لازم يطبق الكلمه دي، كلمه واحده بس، والكلمه دي على فكره مكونه من كام حرف؟ 5 حروف. الكلمه دي اسمها سيدز. عارفين كلمه سيد يعني ايه؟ بذره. فلما تقولوا سيدز تلاقوا اس اي اي دي اس، حرف الاس الاول اس لايك از سام سين، يعني الاس دي ترمز الى ايه تفتكروا احبائي؟ سبريتشواليتي. لقوا كده ان اهم حاجه في حياه الانسان لمقاومه الاسترس والتعامل مع الاسترس حياته الروحيه. الكلام اللي بيقولوه دول ناس علماء اطباء يمكن ما بيعملوش ربنا نفسه، لكن عارفين ان في حاجه اسمها روحيات او روحانيات، والروحيات والروحانيات دي
لقوها أساسية جدا في الحفاظ على صحة الإنسان العقلية والنفسية والجسدية والروحية طبعا. طب تعالوا شوفوا الروحيات بتقول لنا إيه، يعني بتقول لنا ما تخافوش، ده كلام الإنجيل، وقلنا كتير وسمعنا كتير الإنجيل مكتوبة فيه كلمة ما تخافش وما تخافوش 366 مرة، يعني حتى السنة الكبيسة اللي هي 2020 اللي هي عايزين تخلص بقى، سنة كبيسة مكبوسة حاجات كتير، لكن حتى السنة الكبيسة برضو كل يوم 366 مرة ربنا بيقول لنا ما تخافش وما تخافوش وما تخافيش، رسالة يوميا أنا معاكم. عارفين الآباء المختبرين لما حصل موضوع الكورونا فيروس دي قالوا لنا صلوا مزمور 91 في الإنجيل اللي هو مزمور 90 في الأجبية في الساعة السادسة اللي هو أوله في الأجبية الساكن في عون العلي، وفي الإنجيل الساكن في ستر العلي، في ظل القدير يبيت أقول للرب ملئي. لازم كلنا نكون حافظين المزمور ده، والمزمور ده بالذات بيتكلم عن الوباء الخطر والوباء الذي يسلك في الدجى في الظلام والهلاك الذي يفسد في الظهيرة، ويقول لنا ما تخافوش من كل ده. احنا بنخاف كتير قوي حبايبي، احنا خوافين، خايفين من الموت وخايفين من المرض وخايفين من الإصابة وخايفين من الخسارة، ودي حاجة طبيعية طبعا، كلنا بنخاف كلنا خوافين، لكن لما ربنا بيكون مدينا دايما روشتة وبيقول لنا استعمل الروشتة دي، أنا الدكتور أنا فاهم، لما تستعمل الروشتة دي المرض مش هيأثر فيك، المرض هيخف. بس الخوف ده غريزة في الإنسان، زي ما احنا قلنا أول ما البيبي بيتولد بيصرخ من الخوف. طب احنا هنعمل ايه في الخوف والقلق وقلة النوم والاضطراب والقلق والفزع؟ نمسك في ربنا، إيمان، الإيمان هو اللي بيخلينا ما نخافش. قال لنا كده أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، لا تخف أيها القطيع الصغير، الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب ورعية فلا يعوزني شيء. كل آيات الإنجيل دي فيها تأكيد وتوثيق إن ربنا معانا مهما الجبال زحزحت وانقلبت في البحار والجاشة المياه فلنا الرب معين. إيه ده؟ إيه الوعود دي كلها؟ بس مشكلة فينا إحنا مش عايزين نصدق إنه ربنا فعلاً صادق في وعوده. أحبائي صادق، عايزين نصدق ربنا، عايزين نفتكر أبونا إبراهيم اللي قال لك كده عليه إنه آمن فحسب ده. إبراهيم ده ما خافش، خاف من إيه؟ يقول له ربنا سيب أهلك وعشيرتك وتعالى أوديك مكان ما تعرفوش بس أنا معاك. قال له حاضر. ده يعني إيه ده حتى وقتها العالم كان مقيف، يعني لسه ما فيش الحضارة والوسائل الحماية والحاجات دي كلها، يمشي ويسيب ياخد مراته وابن أخوه ويروحوا أرض غريبة، لكن صدق وآمن. يقول له هتجيب عيل السنة جاي، يقول عيل 100 سنة ومراتي 90 سنة، تصدق حاضر ما تخافش، أنا قلت لك كده تصدق حاضر. ده الإيمان، حتى المؤمن في قمة الإيمان ما يخافش من الموت. شهداء ليبيا وكل الشهداء بتوعنا دول حدش فيهم كان خايف. أنا عارف طبعا ساحة الجد كلنا، احنا مش معنى كده ان احنا يعني ما ناخدش احتياطنا، لكن مش معنى ان الكورونا فيروس بتصيب ناس
نحن ما نحترمش القوانين وناخدش بالنا مثلنا. لا ده في بعد جسدي هنا ان احنا ناخد بالنا من هذا الجسد لان الجسد ده عطية من الله وده اللي يحمل الروح ما اقدرش اتهاون فيه ولازم اخد بالي منه لازم اعالجه لازم احميه لازم اخد الادوية بتاع الفيتامينات لازم لازم ده حاجة سيء جدا. فاحنا اول حاجة الاس الاولانية بقى spirituality هناخدها من الكتاب المقدس هناخدها من الصلاة هناخدها من العلاقة مع ربنا هناخدها من الأسرار المقدسة هناخدها من كل المصادر الروحيات. لكن أهم شيء في كل حاجة أن يكون بيني وبين ربنا علاقة شخصية قوية. هنتكلم على الحتة دي في الآخر شوي. حرف الثاني إي اللي هو إي زي إيزي كده إيزي إي الإي دي الثاني الأولانية في اثنين عندنا إي عندنا إس إي إي دي as in David وإس في الآخر تانية. الإي الأولانية أنتوا كلكم عارفين مش إحنا قلنا الروح وبعدين الجسد إكسرسايز تحريك الجسم العضلات تمشية الجيم تسلق السلالم ممارسة الرياضة بأي نوع من الأنواع المنتظم ده حاجة أساسية جدا. الإكسرسايز ده ثبت إنه عنصر كبير جدا في حماية الإنسان من الاسترس وعلاج الاسترس. والحقيقة ده في ناس كتير في أمريكا اكتشفوا الموضوع ده وتلاقوا من أكتر البيزنس الحاجات اللي فيها بيزنس ناجحة جدا في أمريكا الجيم. شوفوا بقى الجيم ده لما تروحوا في الراش أور وتلاقوا كل المكان بتاع التريد ميلز شغال والعجل شغال وفوق وتحته الناس كلها هنا عشان مستنيرة فاهمين أهمية الإكسرسايز ده. لكن أبسط حاجة المشي طلوع السلالم إحنا شباب لسه لازم كده أنتوا يعني أصير لازم تاخدوا بالكم الحكاية دي من دلوقتي وأنتوا صغيرين لأن لو الحاجات دي كلها بتساعد الإنسان إنه يتعامل مع الأمراض ومع الاسترس ويبقى عنده مناعة قوية وذاكرة قوية وعقله قوي وقادر على القيام بالعمل وما فيش جسمه بيحتفظ إلى حد كبير بالشباب إلى حد كبير وهكذا exercise. طب الإي التالت التانية إيه بقى اللي هو الثالث حرف إحنا قلنا S E E حد عارف اسمها إيه الإي التانية education مش إحنا قلنا في حكمة كان يسوع ينمو في الحكمة العقل. العقل ده زي ما الجسم بنغذيه بالأكل وبنساعده بالإكسرسايز والأكل هيجي لسه موضوع تاني العقل محتاج إنه يأكل كمان. غذاء العقل إيه؟ التعليم القراية التثقيف الإنسان أحيانا الواحد في ناس يقعدوا يتفرجوا على عندهم وقت بعد الدور بعد الشغل ويخلصوا كل حاجة طب يقعدوا وعملوا إيه بدل ما يقعدوا بقى على التليفون والفيسبوك بتاع يقولك نجيب برنامج علمي أو قناة علمية ونقعد نسمع حاجة عن الطبيعة عن العالم عن جغرافيا عن الدول التانية ده تشغيل عقل الإنسان بالقراءة والتثقيف أساسي جدا جدا جدا. ولقوا كده الناس اللي هم بيثقفوا نفسهم ودايما يقروا وما بيبطلوش الناس دول على فكرة بينجحوا جدا بعد كده في حياتهم العلمية وفي الحياة العالمية والاجتماعية. ومش بس كده محدش فينا عايز يجيله ألزهايمرز ولا عجز في الذاكرة دي كل الحاجات دي ثبت إنها
بتحمي الإنسان من الشيخوخة المبكرة والحاجات دي كلها. وبعدين الدي بقى أظن أنتوا عرفتوا بقى الدي، الدي اللي هي الدايت، التغذية السليمة. التغذية السليمة ليها علاقة بالسترس طبعا. لقوا كده، لقوا الناس اللي بتاخد حاجات سكريات كتير السترس بتضيعهم خالص. احنا بنقول السترس اوريدي بتزود نسبة السكر في الدم، بتزود بتزود الانسولين، عشان كده السترس الجامدة بتخلص بشويش على المخزون بتاع الانسولين اللي في البنكرياس، والناس تجي لها مرض السكر على صغير. صحيح في جزء وراثي، لكن في جزء كبير استرس. فانا لما اخذ سكريات كتير، طب ما انا بموت جهاز المناعه وباذي الجهاز العصبي. لا لا، ده لازم بقى الاكل يبقى فيه توازن. المواد الكربوهيدرات دي، الكاربس دي، البيضه والحاجات بقى، العيش الابيض والرز الابيض وكل حاجه يقول لك بيضه، بكرودة البيضه، الحلويات، الكاتوهات، البتاع، كل الحاجات دي ممكن تأذي الإنسان. لقوا كده إنه البقول كويسة، عشان كده في الصيام بيبقى البقول كويس، الأسماك كويسة، البروتينات عموما كويسة، البيض كل يوم كده بيضة أو اتنين الصبحية ممكن تبقى حاجة كويسة، الخضروات بس لازم يقولك الأكل يبقى فيه نوع من الفايبرز، فيه الألياف مهمة جسد عشان الجهاز الهضمي، فيه حاجات الأنتي أوكسيدنس دي اللي هي بتحرق المواد السامة اللي في الجسم، الأوميجا 3 وهكذا. الحاجات الأساسية دي مهمة جدا. آخر حاجة بقى احنا قلنا S spirituality نراجعهم، E for exercise، E for education، D for diet. تفتكروا الاس الاخرانية بتاعت ايه؟ sleep، النوم. النوم ده مهم جدا. مش شطارة ان احنا بننام قليل، لانه المخ كده قالوا المخ يحتاج الى 7-8 ساعات نوم متواصل في حتة ضلمة عشان الجهاز العصبي يرتاح، وأثناء النوم في بيحصل عملية تنظيف وغسيل للجهاز العصبي. الجهاز العصبي وخلايا المخ بتغسل نفسها من المواد السامة اللي بتتكون أثناء اليقظة. لما الواحد ينام بيحصل كده، تطلع المكانس الكهرباء وتكنس وتغسل وتنظف المخ، يصحى الواحد ثاني يوم كويس جدا. فدي حاجة أساسية جدا. حتى يقول لك الضلمة دي مهمة كمان، يعني ما فيش اللي بيناموا في النهار لازم يضلموا الأوضة بقدر الإمكان وهكذا. آخر حاجة بقى ندي شوية نصايح للستريس نحاول نعود نفسنا عليها. والحاجات دي على فكرة أساسا حاجات روحية، بس أقول لكم سر، اللي لما بتروحوا انتوا اي حد فينا لا سمح الله بيضطر يروح يعالج علاج نفسي، العلاج النفسي ده مش بالدواء، ما بيديش المعالج النفسي الكاونسلرز دول والثيرابيست دول ما بيدوش ادويه، لكن بيغيروا بشويش حاجات بتحصل او حصلت في العقل بتاع الانسان، تشيل تأثير الإصابات، تأثير الاكتئاب، تأثير القلق، الحاجات اللي زي كده. فأحياناً يجي يقول لك إيه، أنا عايزك تعمل تدريبات زي ريلاكسيشن ثيرابي، تدريبات استرخائية. تدريبات استرخائية دي سهلة جداً. لما تحس أنك أنت استرست ولا حاجة، خد أجازة كده 10 دقايق ربع ساعة. لو عرفت تخش في أوضة وتقعد لوحدك وتعمل الاكسرسايز دي بقى كويس قوي.
لو انتوا جربتوا هتنبسطوا منها قوي. وكتير من الناس اللي انا بس حاول اساعدهم في العلاج النفسي اقول لهم اعملوا كذا ينبسطوا قوي، يقولوا لي الله الواحد نفس الواحد ينام، هو مش كده نوم، هي استرخاء. اقول له طب خلاص بدل انت استرحت تعملها تاني كده كل يوم 10 دقائق ربع ساعة، تغمض عينك تبقى قاعد في قاعدة كرسي مريح، وياريت الكرسي يبقى ظهره مريح وفي مسندين كده للإيدين الاتنين كده، تبقى قاعد تحط إيدك عليها ساند ظهرك لورا كده مستريح، حس كده انك انت الكرسي فعلا مريح، ده مهم قوي. تسند راسك كده لورا وتغمض عينك، تاخد نفس طويل بشويش، طويل طويل طويل. بعد ما تاخد النفس تطلع النفس ده بشويش قوي، زفير زفير زفير. لو قدرت بعد ما تاخد النفس تقف ثانية واحدة بس، وبعدين تطلع النفس بشويش قوي زي ما أخدت النفس بشويش، تطلعه بشويش، تكرر الحكاية دي عدة مرات هتلاقي نفسك استرخيت. حاجة بسيطة جدا، ده اسمه ريلاكسيشن سيرفي. لكن في بقى نوع أحسن من كده شوية كمان، هتعمل كل ده برضو شهيق الزفير وعينيك مغمضة والإضاءة قليلة شوية في الأوضة قدر الإمكان، وبعدين عقلك بقى، بس موضوع الستريس ده عايز ان العقل بتاع الانسان يبعد عن مصادر الستريس. هتقوله طيب ايه مصدر الستريس ده؟ انا هعرف منين؟ انا عندي مشاكل في شغلي، مشاكل في كذا، مشاكل في كذا. اقول لك لا، هسهل لك. مصدر الستريس بتاعك هو انت، هو انا. يعني أنا هعمل الريلاكسيشن تكنيكس دي أو اكسرسايزز أو ثيرابي، بس عقلي مش هفكر في نفسي، هشيل يسري ده، هشيل نفسي خالص، وعقلي هركزه في حاجة تانية. طب إيه الحاجة التانية؟ سؤال جميل. الحاجة التانية دي ممكن تبقى أكتر من حاجة. ممكن تبتدي لو أنت شاطر تتخيل أنك أنت في مكان حلو قوي بتحبه جدا. شوف بقى أنت بتختار إيه، قاعد وحدك على شاطئ البحر وتسمع صوت المية وشايف الزرقة بتاعت المية قدامك والموج الهادي والسماء الصافية، وتاخد شهيق وزفير وعقلك مركز في البحر والطيور الجميلة اللي بتطير حواليك، وتقعد سرحان. لو كملت 5 دقايق أول يوم يبقى هسقف لك برافو عليك، لو 10 دقايق يبقى وصلت لمرحلة كبيرة جدا، لو بتعمل ده كل يوم ربع ساعة وكل أسبوع مرتين ثلاثة ربع ساعة يبقى عظمة. واختار اللي انت عايزه، عايز البحر، عايز تختار انك انت في جبل وحجنبك بحيرة وشجر حواليك وسما صافي، اختار اي حاجة في الطبيعة زي ما انت عايز،
يسموه imagination therapy، يعني تخيل. لكن ده في بقى نوع كمان ثالث أرقى من ده، يعني كل الحاجات دي بيسموها meditation، يعني تأملات، تتأمل. والتأمل ده على فكرة جزء من العبادة المسيحية. لو رحنا الدير هيقول لك ايه احبائي، اقعدوا استنوا هنا لان الاباء في خلوه، الرهبان في خلوه او الرهبات في خلوه. يعني ايه خلوه؟ مش خلوه بس قاعدين بيصلوا بس، لا، ده احنا في الرهبانه القبطيه كان عندنا حته التامل، ان يقعد يعيش يهذي في ربنا، يتخيل المسيح، تخيل انه بيكلمه، يتخيل ان المسيح ده جاي بيحضنك وبيطبطب عليك وبيقول لك انا بحبك، انا مسامحك، انا شايلك في حضني، ما تخافش، انا حبيبك، انا اتصلبت عشانك. وقاعد بتسمع صوت الحوار ده وانت فرحان بيسوع جدا. عندنا في قصص الآباء الرهبان قصة واحد راهب كده موجود في السنكسار. كتير مننا يعني بنستغرب يعني ازاي عمل كده. يقول لك اسمه القديس سمعان العمودي، سموه عمودي، عمودي يعني لأنه كان عايش فوق عمود مش عارف كم سنة. كان بيعمل ايه؟ حياته كلها تأمل، هزيز ربنا. الموضوع ده على فكرة بنوا عليه علاج نفسي من أشهر أنواع العلاج النفسي اللي موجود في العالم كله النهاردة، اسمه Mindfulness Therapy. يمكن تسمعوا عنده Mindfulness Therapy. هم هنا في العالم يقولك ده للرهبان البوذيين اللي بيعملوه. لا، يمكن الرهبان البوذيين عندهم برضو حاجات النسك بتاعهم واليوغا والكلام ده، لكن الحقيقة المايندفولنس دي أساسا فكرة التأمل والميديتيشن في حياة الإنسان المسيحي اللي عايش في الدنيا لكن قلبه في السماء على طول. جربوا الحاجات دي حبائي وهتشوفوا حاجات كتيرة جدا. طبعا في حاجات تانية بتساعدنا في التعامل مع الاسترس، اللي هو الحوار مع الآخرين، يبقى ليا صديق، لأب اعتراف، أتكلم مع حد يعني مرشد، مع كونسلر، مع غيره لما أكون أنا تعبان، أطلع الحياة دي. لأن إحنا لما نبقى عندنا ستريس كتير مننا بنحب نتكلم، خصوصا يعني أخواتنا البنات يميلوا إن هم أندر ستريس يحبوا يتكلموا. الرجالة يمكن يحبوا يقولك إيه ليف مي ألون شوية، سيبني لوحدي شوية. لكن كل الحاجات دي مع بعض هنحطها قدامنا وإحنا بنتعامل مع الاسترس. وعايز آخر حاجة أكمل لكم بقى اللي قاله بولس الرسول في آخر الحديث بتاعه في نفس الحتة اللي قريناها، إزاي كان بيخلص من الاسترس. شوفوا بيقولوا إيه بقى، بيقولك إيه هنا، هقرأ لكم العدد من الأول اللي قريته. فإننا لا نريد أن تكهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا، أننا تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة أيضا، لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم من الأموات. يا سلام، يعني عشان يخلص من الاسترس قال لك طب وماله، حتى لو مت ربنا هيقيمني من الأموات، إذا كانش في الحياة دي في الحياة الجاية. شوفوا إزاي إيمان الذي نجانا من موت مثل هذا، وهو ينجي الذي لنا رجاء فيه أنه سينجي أيضا فيما بعد. ده الوعد اللي احنا بناخده من ربنا، وعد المؤمن إن الله بينجي وسينجي فيما بعد. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد.
أشكركم جدا. فاضل 3 دقايق لو في أي حاجة تعليق أو سؤال سريع. نشكرك يا دكتور يسري جدا، ميرسي خالص على المحاضرة الجميلة، استفدنا بيها كتير. لو في أي أسئلة رامي؟ لا ما فيش أسئلة، شكرا دكتور يسري. أوكي. نتعبك يا دكتور يسري تختم لنا بالصلاة. بسم الله والابن الروح القدس إلى الواحد أمين. أخيرا يا رب تكلمنا كثيرا، ولكن نحتاج أن تتكلم أنت في حياتنا وفي قلوبنا، لأن كلامك يا ربي ينشئ سلاما وفرحا، كلام الحب الحقيقي الذي يطمننا في مواجهة ضيقات هذا العالم وكل يا ربي الضغوط النفسية التي تقع علينا نحن أولادك وبناتك. نثق في وعودك يا رب أنك أنت بتنجينا وتحفظنا وتحفظ شعبك وكنيستك يا ربي إلى التمام. شفعت العذراء مريم القديسة الطاهرة، صلوات وشفعات القديس موريس وكل القديسين يا رب. اسمعنا لما نقول لك بالشكر، يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك يا رب كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، مسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. شكرا لك، متشكرين. هذا ميرسي يا شباب، ونشوفكم على خير بإذن الله الأسبوع الجاي. مع السلامة، أسبوع على خير.